بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن ذكاء النحل. تبين العلماء في دراسة جديدة أن الزهور معظمها يتراكم عليها خلال الصباح رحيقها فترة الصباح، وجدت الدراسات أن النحل يكون أكثر ذكاء في تمييز الروائح في ساعات الصباح الأولى من بقية اليوم، وهذه الميزة تساعد النحل على جمع الرحيق وإنتاج العسل بصورة جيدة. ويتساءل العلماء كيف علمت النحلة أن كمية الرحيق تكون أكثر عند الصباح حتى تكون أكثر كفاءة في العمل أيضا، أليس هو الله تعالى الذي أوحى للنحل بهذه المعلومات وقال لها؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات قوم يتفكرون. سورة النحل آية 69، والله أعلم.